مشاهدي قناة سوس تي في، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات طبية. الناس الكل تعرف تطلب 190 كي تحضر على حادث مرور ولا كي يبدأ عنده مريض تعب، ولكن أقلية يعرفوا قسم ساميزور تروا هذا وين موجود، نظام العمل فيه، وشنية الصعوبات اللي تصير فيها تدخلت نتاعه. حتى توضح الرؤية عند المشاهدين، فريق برنامج ملفات طبية توجه إلى قسم الإسعاف الطبي الاستعجالي ساميزور تروا بمستشفى سهلوب سوسة، وقمنا بروبورتاج التالي. دكتور مجد العمري عسلامة، تنجمش تقول لنا بناش يتكون قسم الإسعاف الطبي الاستعجالي سامي 03؟ دونك مرحبا بسوس تي في في قسم الإسعاف الطبي الاستعجالي، ما يسمى بالفرنسية سامي 03. سكي يقولوا سامي معناه سيرفيس ديد ميديكال اورجونس. الدور نتاع القسم الإسعاف نتاعنا هو تدخلات خارج المستشفى ونقل المرضى والمصابين اللي تكون حالتهم خطيرة للمستشفى، والا باش نقلوه من مستشفى لمستشفى. بون جلوبالمون هذا الدور، والسيرفيس يوفر انيكوت ميديكال، معناها 24/24، معناها المواطن اللي يتكلم يطلب رقم 190 باش يلقى 24 ساعه على 24 ساعه، يلقى شكون يجاوبه ويلقى طبيب يعطيه نصيحه، ويعطيه كان لازم يقوم باذن تدخل نتاع وسيله انعاش في مختلف في ثلاثه اون فيت في اربع ولايات اللي هما سوسه ومستير والمهديه والقروان. دكتور مجدي، تعرف اللي معناها المواطنين ديما تشتكي يكون الكهرباء نتاع سامي يجي مؤخر، ولا التدخلات تتصال ساعات تبطا، لكن عندكمش معناها معدل الوقت من مستقبل المكالمه حتى تعطيو الاوردر للكهرباء باش تخرج. دونك فعلا هو سي حافظ المواطن باش يتشكى من الروتار، علاش؟ خاطر بطبيعته هو اللي طلب وسيله نتاع اسعاف، وفي رايه اللي فما حاله خطيره وكل شيء يظل لي الوقت طويل. بون مي احنا عملنا دراسات وشفنا، خذينا فكره على ديلي دانترفونسيون، ما بين خذينا لابيل يدوم حسب ابري دقيقه دقيقتين، بون بعد الطبيب المنسق يقوم باذن الخروج، باش تقعد حكايه ديلي ما يفوتش دقيقتين ثلاثه، ويمكن اكثر شويه في الليل، اما ماكسيموم 5 دقائق. كيف زاد كان البلاصه بعيده شويه، والا كان فما امبوتياج في ثنيه خاطر باش تعدي في وسط البلاد ولا حاجه، باش تدوم لي ديلي باش يحسوه طويل. معناها المواطن ديما اللي يستنى يحس الديلي طويل. بعد الحقيقه نتعرضوا لبعض الصعوبات، خاطر نخرجوا البلايص نلقاو فيها عديد المواطنين راهو يبداو متفاهمين واللي يعرفوا اللي فما ينجم يكون فما امبوتياج ولا ثنيه طويله ولا كذا، لكن في بعض الحالات ما خبيش عليك فما مواطنين كسوا في الشارع اكسيدون والا في الديار ولا كذا، معناتها يتشكاو من المشكل هذايا. ونجم نقول لك حتى اكثر من هكا، بعض الحالات اللي زيكيب نتاعنا يتعرضوا لبعض الاعتداءات اللفظيه، ولا وصلت حتى ماهمش برشا هما زاد الحمد لله، وصلت حتى بعض الاعتداءات معناها جسديه، اما الاكثريه لفظيه ونسمعوا كلام ما نحبوهوش، ونحاولوا المواطنين نحكيوا معاهم ونريذوهم ونفسروا لهم، وفما شكون اللي يفهم وما لازمهم، ما تعرف معناها في بعض الحالات ما معناتها تصير المناوشات هذه اللي معناها ماذا بينا ما تصيرش، وماذا بينا المواطن يتفهم اللي احنا راهو لهنا باش نقوموا بواجبنا، باش نقوموا بخدمتنا، ماناش عاملين مزيه، هذا واجبنا، لكن زادا ماناش لهنا باش نضيعوا الوقت والا كذا. يتفهموا لي كونديسيون اللي نخدموا فيهم لا اكثر ولا اقل. ساعات كهربت سامي وتخرج ما تهزش المواطن، يقولوا علاش ما هزتوش، هم في بالهم الحاله هذيك معناها حاله خطيره. شنو تنجم تقول لنا في الموضوع هذا؟ في بعض الحالات يتنقل الفريق الطبي ويلقى حاله وما يتمش نقلها، ويقعد المواطن يقول علاش المريض هذايا والا المصاب هذايا ما تمش نقله بسياره اسعاف نتاع سامي ليكيب سمور هذي، علاش؟ خاطر تو سامبلومون ليكيب اللي كي سي ديبلاسي دونك شافوا اللي الحاله هذه نتاع المريض ما تستحقش نقله فريق طبي، ينجم يصير نقله يا اما بوسيله خاصه والا امبولانس عاديه، معناها كيما نتاع الحمايه المدنيه ولا امبولانس ما فيهاش ليكيبمون هذا الكل. وفي الوقت هذاك اللي نجموا فيه احنا نهزوا مصاب هو حالته ما تستحقش باش تكون مع ليكيب هذه، ينجم يجينا ابيل اللي فريمون حاله نتاع انعاش
يستحق تدخل الفريق. نكونوا خسرنا فريق خاطر ماك تعرف واحنا راهو معناش ايكيب سمير فريق طبي هذا موجود معناها كما يقولوها كل حومه فيها فريق طبي. عندنا في بريسك موين في كل ولايه عندنا فريق. فما كان في سوسه عندنا زوز فرق تخدموا 24/24 في واحده سمير في حشيت وسمير في سهلول وعندنا ايكيب اخرى تعمل لي ترونسبور سيكوندير يعني من سبيطار لسبيطار هنا في سهلول. تبقى في المستير وفي المهديه وفي قروان بقيه الولايات اللي نسقوا فيها زاد في عمليات الاسعاف عندهم في كل ولايه فريق واحد. يعني كان يخرجوا ويهزوا مريض ما يستحقش يولي وخسرنا فريق في مدة وقت معين ما نجموش نلبيو فيه طلب متاع المواطنين ومتاع الطب اللي في الولاية. دكتور مجدي في بعض الانترفونسيون نلقاو كربت حماية جات مرات تلقى كربت سامي جات، شكون ينسق في الحكاية هذه وفماش فرق أخرين يتعاملوا معكم في الانترفونسيون؟ كما قلت دكتور خضراوي معناها احنا نخدمو مع فرق أخرى نخرجوا الحوادث والمرور برشا حوادث اخرى نسقوا مع الحمايه المدنيه مع الامن ماناش نخدموا وحدنا في بعض في اكثريه الحالات. فما في تونس احنا ماك تعرف فماش رقم نداء موحد يعني عندنا السامو 190 الحمايه المدنيه 198 الامن الشرطه 197 والحرس 193 معناها مالوريزمون ما عندناش رقم واحد. المواطن شاك فوا يطلب وقت اللي هو الجوج شنية الحالة يما يطلب الحماية ولا سامي وبعض الحالات ما عندوش يزيد فكرة على أرقام الكل. احنا ننسقوا معناها حتى كي جينا أبيل مثلا جينا دوموند اللي باش يدخل فيها الحماية المدنية أكاهو منجموش معناتها زايد باش ندخلوا فيها احنا نكلموا كيف هما ساعات كي تجيهم نداء يجيهم نداء معنا لازمنا احنا ندخلوا فيه يكلمونا وندخلوا او نحاولوا ديما الوسيله اللي ادبتي للحاله هي اللي تتدخل في كل حد. دكتور مجدي سؤال اخير، هل ترى كان لا قدر الله ولا لو رينا غيار في البلاد هذه تصير كارثه ولا كاتاستروف هل ترى مجهزين عن الامكانيات باش تدخلوا وشنو هي معناها البريفيزيون اللي تخذيتوها في الموضوع هذا؟ سيفري احنا تو نعيشوا في بيريود اللي اوني با على بري دو سورفينو دو سيتواسيون ديكسيبسيون ولا دو كاتاستروف خاصه المده الاخرى مع الخطر الارهابي. في قسم الاسعاف الطبي المستعجلين عندنا مخطط تدخل عندنا ان بلان داكسيون اللي هو حقيقه متاع ربي بيرمون ميديكال معناه احنا عندنا المخطط نتاعنا. الحمايه المدنيه زاد عندها المخطط نتاعها، الامن عنده المخطط نتاع التدخل نتاعها. مي الوغ اكتويل حتى التوا ما عندناش كما نقولوها مخطط اللي يشمل ثلاثة قطاعات مع بعضهم اللي يلمهم مع بعضهم. فما مجهودات الحقيقة مؤخرا صارت في تنسيق مع الوزارات وكيف ولهنا زاد اليشيل ريجيونال مع بالتنسيق في ولاية سوسة مع الهيكل الأخرى خاطر على خاطر المخططات هذه تصير سواء اليشيل ناسيونال عن النطاق الوطني وكيف زاد فما مخطط تصير لكل ريجيون حسب نوعية المخاطر اللي تنجم تواجهها الريجيون هذيك معناها.